يعني تمام يعني. تمام، واحنا كده لسه ما عملناش غير، تعال نشوف مع بعض عملنا ايه. بسم الله. احنا وصلنا له ايه حتى الان في الشغل الخاص بالماي اس كيل حتى الان؟ بس احنا اخذنا كذا اكزامبل على الماي سيكوال. الاول اخذنا مجموعه من الاكزامبلز، استخدمنا كذا كونكتور او كذا داتابيز درايفر زي الماي سكيل كلاينت، بصينا عليه بصه، اخذنا الماي سكيل كونكتور، اخذنا الباي ماي سيكوال، وعرفنا قد ايه هما كلهم نفس الكود ونفس الفكر. تمام، وعرفنا ان احنا لو عرفنا واحده خلاص هنعرف ننقل للثانيه والثالثه، مش عندنا اي مشكله. وبعد كده بدأنا نشوف الفكر ان احنا عملنا فايل في كونكشن، عملنا فايل منفصل يعني كاكزامبل منفصل، وبعد كده عملنا اكزامبل ثاني ان احنا نكريت الجي تيبل، استخدمنا كونكشن اللي كنا عملناه في المثال اللي قبله، عملنا امبورت الكونكشن تو ماي سيكوال، كريتنا التيبل بتاعنا كله تمام. طبعا قلنا ملف الكونكشن ده ممكن يبقى باي بقى حاجه، احنا هنا عملناه بماي اس كيو دي بي، انت غيره ومشي حالك مع الكود اللي هنا هتلاقي الكود كله شغال، ده كل النظام شغال واحد كيف معاك. تمام، عملنا كرييت للتيبل، عملنا دروب تيبل وعملنا كرييت تيبل وبعتناهم، نفذنا الاوامر ولقينا ان التيبل حصل له كرييشن، وقلنا دي كانت فكره بس كده لفكره الكرييشن. لكن بعد كده اتكلمنا على الاد، ودي تعتبر اول حاجه عملناها فعليا على البيانات. على البيانات قلنا ان هيبقى في حاجه اسمها اد امبلوي، هيبعت له الاي دي والنيم والجوب والسالري، ادي هم الاربع بيانات، ونادينا على الكونكشن اللي كنا عاملينه في الاكزامبل سابق. وبعد كده عملنا جمله الانسيرت في شكلين، قلنا الشكل ده او ده، يعني انت ما بتكتبش الاثنين ده او ده. تمام، مش بس هتفتكر وده يعني خلاص ده او ده، انت هتشتغل زي ما انت عايز يعني بالكويري ده او بالكويري ده. والمهم نفذنا وعملنا كوميت، كوميت يعني حفظنا البيانات بتاعتنا، وقلنا يعني ايه رول باك اللي هي رجوع، لو حصل اي ايرور خلاص هيرجع في الكلام خلاص، وفي الاخر بنعمل فاينل كلوز. وعملنا فانكشن اسمها كول اد بينادي على الاد، بطلب بقى من اليوزر دخل الاي دي، دخل اليمين، دخل الجوب، دخل السالري، وابعته من يمين الفانكشن بتاعتي عشان تشتغل وتقول لي ان الموظف ده. وجربنا حلو جدا. لو حبينا نفكر ان احنا نعمل اي فانكشن تاني، انا هفكر في فانكشن يعني بسيطه خالص، غير يعني خدوا بالكم اللي احنا عملناه بتاع الانسيرت هيبقى شبيه جدا للابديت، شبيه جدا للديليت، يعني تقريبا هيبقى نفس الجو بتاعنا ونفس الامكانيات. لكن انا هركز الاول الجيت اللي هي الاستعلام عن البيانات، و بعد كده ارجع تاني للابديت وللديليت. تمام، كويس جدا. احنا كالعاده بتاعتنا عملنا امبورت للكونكشن بتاعنا، في امبورت الماي دي بي الماي اس كيو دي بي عشان طبعا لو كان في اي ايرورز. بس هنا كان في عندي حاجه اسمها جيت اد ام، قلت له لا احنا هنعمل فانكشن ثانيه خالص. عندي بقى يا اما هجيت كل امس يا اما هجيت ام بس، فانا اقول له مثلا اول حاجه نجربها خلينا في جيت ام بي يعني امبو واحد، ودي اسهل ودي يمكن اصعب كمان الكتير، يعني هم كلهم اسهل من بعض بصراحه. جيت ام دي فانكشن هتاخد الاي دي، هتديني انت الاي دي بتاع الموظف اللي انت عايزه، وانا المفترض اعرض لك بيانات الموظف. طبعا مش هنعمل الايه الشكلين دول. طيب وناديت على كونكشن، جاب لي الكونكشن وجاب لي الكرسي. بعدين عملت الكويري عباره عن جمله انسيرت. انسيرت دي خلاص عرفناها، دي لما بنكون بنضيف بيانات. دي لما بنكون هنضيف بيانات. المرة دي ده مش هينفع. احنا عندنا جملة الاسترجاع ليها جملة ثانية خالص اسمها سيلكت، اسمها سيلكت. تمام؟ وهي ان انا اقول سيلكت وتشوف احنا عندنا اي دي، عندنا نيم، عندنا جوب، عندنا سلام. لو قلت استرسك كده بقى معناها هات الاي دي والنيم والجوب والسلام، هات كله. تمام؟ لو جيت ممكن اقوم جاي قايل انا عايز النيم والجوب بس. خلاص ماشي. اوكي. بس سيلكت هات لي النيم وجوب، او هات لي النيم وجوب والسالري، او هات لي السالري والاي دي، هات لي اللي انت عايزه. او تقوم حاطط علامه الايه؟ النجمه دي علشان
يبقى معناها هات لي ايه الاي دي والنيم والجوب والسالري، هات لي كل الكولومز بتاعه التيبل، هات لي كل الكولومز بتاعه التيبل. فروم يعني منين الكلام ده؟ هقول له فروم التيبل اللي اسمه انفيلي، تمام؟ فروم اسم التيبل اللي هو انفيلي. طيب لو انا سكت حتى هنا يعني كده معناها بقول له جيب لي كل الكولومز من تيبل الانفيلي، فبالتالي هيجيب لي كل الامبلييز، كل الموظفين، مش هيجيب لي كل الروز، كل الريكوردز اللي متسجله، هجيب لي كله. انا مش عايز كله، انا عايز لازم يكون الاي دي هو الاي دي ده، فانا لازم احط حاجه اسمها كونديشن او شرط، فبقول له وير ان الاي دي يكون ايكوال. ايكوال ايه بقى؟ انا مش فاكر الاي دي كان كنا عاملينه ازاي، لكن المفروض ان هو مثلا ايكوال 1 مثلا كده، لو كنا عاملينه سترينج يعني، صح كده؟ ثلاث وحايد ايه؟ ثلاث وحايد اي حاجه، واحد هيقول مش موجود مش مشكله، لكن انا اقصد ان انا حطيت سنجل كود، لان دي كنا عاملينها تقريبا كاركتر جوه الداتابيز او فار كاركتر، خلاص قلت لها حطيتها بين سنجل. لو هي كانت نوعها رقمي كنت هعمل كده، والاي دي بيساوي واحد وخلاص، تمام؟ وبالتالي ادي الايه؟ ادي الفكره. طب بس الواحد ده احنا مش عايزينه ايه؟ مش عايزينه ستاتيك كده، كده طول عمره هيدور على واحد بس. الحته دي بتتغير، ولذلك انا هستخدم فورمات بتريحنا، فانا هعمل كده. بس كده معناها ان الحته دي ان الكير ريبليسز دول انا دي الحته دي هتتغير، قيمتها هبعتها لك. هبعتها لك من خلال حاجه اسمها ايه؟ فورمات. انا بقول له فورمات، قال لي ابعت، قلت له هو الاي دي مفيش غيره. هو هيعمل ايه بقى؟ هيسقط الاي دي مكان الحته دي بس. هيشيل العلامتين دول ويرميهم ويجيب الاي دي قيمته ايه يحطها في الحته دي بالظبط. فهتبقى جمله سيلكت استرسك فروم اف اي وير الاي دي بيت ايكوال ما بين سنجل كود الرقم اللي انت بعته. تمام؟ حلو جدا. كويس جدا. ادي الكويري بتاعنا خلص. دي طبعا دي اس كيو ال ستيتمنت، ها؟ محدش ينسى خالص ان دي اس كيو ال ستيتمنت. يعني دي ولا هي لغه بايثون ولا حاجه، دي لغه مختصه مستقله بذاتها اسمها لغه الايه؟ الاس كيو. طيب. تول كيرسر دوت اكزكيوت الكويري، هي هي. تمام جدا كويس. بس انا دلوقتي هينفذ الامر. انا عايزه بقى يريتريف الداتا، يعني يجيب لي بيانات من الداتابيز ويحطها جوه فاريبل كده عشان اقدر اشتغل عليه. يعني البيانات اللي هتتنفذ دي لازم تجي لي كتيبل يعني بحيث ان انا اقدر اشتغل عليه. فاقوم جاي هنا عامل مثلا ام تيبل. عملت فاريبل اسمه ام تيبل يعني جدول الموظف. تمام؟ اقوم قايل له ايه؟ كيرسر دوت. هلاقي حاجه اسمها فيتش. فيتش يعني هات لي اسحب لي. تمام؟ بقول له اسحب لي بيانات، تمام؟ في عندك تلاحظ ان عندي فيتش اول، ودي معناها بتجيب لي كل الروز، تمام؟ في فيتش ميني. فيتش ميني تلاحظوا ان هي بتاخد حاجه اسمها السايز. يعني بتقول له مثلا فيتش لي اربع ريكوردز، فيتش لي خمسه، فيتش لي 100. طبعا بتنفع قوي لما يكون بيانات كبيره قوي. لما يكون بيانات مثلا عندي ريكوردز مليان الاف، اكيد مش هقول له فيتش اول واسكت. اكيد هقول له فيتش مثلا خمسه، فيتش 10، 10 10 100 100، بحيث ان الدنيا تبقى تقيله جدا زي ما احنا ايه يعني عارفين. تمام؟ فيتش 1 طبعا، فيتش 1 بتجيب لك اول ريكورد ما فيهاش حاجه، اول ريكورد بس. فانا هقول له لا الدنيا عندي بسيطه، فيتش اول. فيتش ايه؟ فيتش اول. فيها مشكله كده؟ طبعا احنا مش محتاجين نكوميت، لان اصلا ما بعملش اي ترانزاكشن على الداتابيز. يعني ولا بضيف بيانات ولا بعدل بيانات ولا بحذف بيانات، دي اسمهم التعديل. دول بنسميهم التعديل، دول تعديل بيانات. تعديل بيانات بنسميهم داتا مانيبيليشن لانجوج، اللي هم الانسيرت والابديت والديليت. انسيرت ابديت ديليت دول بيعدلوا في الداتا. اما ان انا اقول له سيلك هات، انا ما اثرتش في الداتا بيز اصلا. مش باثر. من ناحيه تغيير البيانات ما بغيرش. وبالتالي ولا كوميت ليها لازمه ولا رول باك ليها لازمه. هعمل ليه كومنت؟ احفظ ايه وانا غيرت حاجه؟ ارجع في ايه اصلا هو انا غيرت حاجه؟ انا بالجمله بتاعت سيلكت ما بغيرش شيء في الداتابيز، انا بس بستعلم. احنا بس ايه؟ بكويري او بستعلم مش اكتر، تمام كده؟ كويس جدا. هعمل لوب بس على البيانات عشان اطبعها، اقول له فور رو
رو سجل ان الام بايه الام تيبل. ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا كده يعني كل هعمل لوب على التيبل. التيبل ده عباره عن روز وكولومز، روز وكولومز. فانا هعمل رو ياخد ايه؟ رو ياخد رو صف صف من الديتا مع كل ايه؟ مع كل لفه في اللوب. حلو جدا. هعمل ايه؟ هقول له برنت وقايل له مثلا امبلي اي دي، ممكن اطبع بعديها كده الاي دي بتاعه. يعني هقول له ازاي؟ هقول له رو اوف زيرو، رو اوف زيرو، تمام. وممكن بعديها اخد كده عشان يبقى اكنه فاصل ما بين كل امبلي، يعني برنت ده الامبلي اي دي. بعد كده عندي قلنا زي ما قلنا نيم، النيم بيساوي، وبعد النيم بيساوي هتحط لنا بس الايه؟ عايز اجيب الايه؟ هقول الرو اوف دي ده اكن الكولوم، يعني كولوم نمبر 1، تمام. نفس الكلام بقى، انا عندي كمان الجوب وعندي كمان مش عارف ايه. هقول له عندي كمان الجوب ده يبقى في الخانه اللي بعديها. طبعا تلاحظوا دي ان دي ارقام الاعمده، ارقام الاعمده ومرتبه اري 0 1 2 3، تمام. تمام. جوب، واخر حاجه كان عندنا السالري، بس السالري ممكن يضرب عشان كده عشان رقمي، فهحط له ايه؟ السي تي ار عشان يكون كاتب براحته او يدمج البيانات بدون اي مشاكل. حلو جدا. ادي الفانكشن بتاعتنا. اتفرج بقى على فانكشن اخليها اسمها كول، مش اد، كول جيت ام، جيت اندرسكور ام، كول جيت او فايند. طبعا نقول له انتر الفي اي دي، مش محتاج اخد منك النيو ولا الجيم ولا السري، انا هجيبهم لك. ما عنديش فانكشن اسمها اد، انا عندي فانكشن اسمها جيت، ببعت لها فقط الاي دي اللي انت اللي انا اخدته منها، وهي بتقوم بالباقي. يبقى بتطبع وبتعمل الكلام ده كله براحتها. طبعا ممكن خليها بتريتيرن الام تيبل، والطباعه دي كلها تبقى عند الكول جيت كشغل وكتفكير برمجي، ده صح. ان انا ما اخليش شغل الطباعه والكلام ده جوه فانكشن رئيسيه، لان الطباعه دي دلوقتي تطبع شاشه كود، فيما بعد ممكن تكون ايه؟ واحد هيطبع على الموبايل، او هيعمل هيحط في كنترولز على الموبايل، او يحط على الويب، او يعمل مش عارف ايه. وبالتالي يفضل الحاجات اللي فيها طباعه وكلام زي كده وخاصه بالانترفيس تبقى فانكشن منفصل، والحاجات الكور اللي بتشتغل مع الداتا تبقى فانكشن ثانيه خالص، عشان دي ممكن استغلها مره واثنين وعشرة. يعني المفترض الافضل لينا ان انا بدل ما اعمل الطباعه دي هنا، ومفيش طبعا اللي قالت خلاص، بدل ما اعمل الطباعه دي هنا هقول له لا، هقول له بس ريتيرن خلاص الام تيبل خلاص. وهنا الايرور هقول له ريتيرن الايرور، خلاص ريتيرن الايرور، او هريتيرن طبعا فولس وفاينالي خلاص مش هيعمل حاجه. ريتيرن اهو، طبعا هنا هيحصل حاجه برضه جميله. لما عملنا ريتيرن احنا عارفين ان ريتيرن بتعمل ايه؟ لو الكود خلص في كلمه ريتيرن مش هيقفل الداتابيس، لان ريتيرن بتوقف الكود، ريتيرن بتوقف الكود، خد بالك من النقطه دي. وبالتالي لما حصل اي ايرور هيضرب الراجل تاني ايرور اللي هو الكروز، ما حصلتش الفاينل هنا، ما يفرقنيش الفاينل هنا، ما يفرقنيش، لان الكود بيبقى في الريتيرن ما بيبصش اصلا على بعد كده خالص، الريتيرن هيرجع كده وينتهي. وبالتالي هيبقى الحل ان انا اجيب الكونكشن بالكلوز قبل الريتيرن. بس قبل ده كده لما اقول له جيت هيجيب لي هنا الام بايه؟ الام تيبل بيساوي، هقول له نادي على جيت ام خلاص. ممكن ريتيرن فولس بعد اذنك، وانا اوفر على نفسي اقول له ريتيرن فولس لما يكون في ايرور. ليه؟ عشان اقول له كده اف الام تيبل لا يساوي فولس، يعني لو ترو. يعني في الحاله دي هعمل الكود بتاعنا اللي احنا كنا كاتبينه فوق. تعال بس واحده واحده، انا كتبت الكود ده فاينلي بالنسبه لي ما بقتش نافعاني خلاص. وبالتالي انا قلت ايه؟ كيرسر جيب لي البيانات، اقفل الداتابيز،
ورجع النتيجه. حصل اي خطا اقفل الداتابيز ورجع خالص. يبقى انا في الاخر يعني كده كده هقفل الداتابيز قبل ما ارجع البيانات. لكن رجع البيانات يرجع لك تمس فولس وخلاص دي الفانكشن بتاعتك. وبالتالي هنا قمت قايل له ايه؟ هات الاي دي. جاب الاي دي جالي الامب تيبل. قلت له اف ان الامب تيبل ايكوال ترو يعني اف ان الامب تيبل ايكوال ترو في داتا مش فولس يعني. طالما مش فولس هيخش هنا يعمل ايه بقى؟ هيعمل اللوب العادي بتاعنا فور على الايه؟ على الامب تيبل اللي عرض البيانات. انس اهو ولا نزعل فينا نقول له برنت نو امبلي ذس اي دي بس وخلاص. مفيش موظف بالرقم ده خالص. ونقدر ننادي على كول جيت. خلاص يبقى كده ايه؟ هينادي على الاي دي يجيب الداتا لو فولس لو ترو هيعرض البيانات إلس هي ايه؟ هيطلع رساله ان مفيش موظف ده خالص. غير خالص الفانكشن. الفانكشن دي بيور. الفانكشن دي انا بسميها فانكشن بيور. يعني ايه بيور؟ يعني تقدر تشتغل معاك على الويب، تشتغل معاك على الديسكتوب، تشتغل معاك على الموبايل، تشتغل معاك كريستفول اي بي اي، تقدر تشتغل معاك اي حاجه. فانكشن بيور بصحتها. ليه؟ لان ولا هي مهتمه ازاي تخرج البيانات ولا هي مهتمه ازاي تاخد البيانات. الانبوتس هي بارامز فوق، الاوتبوتس ريتيرن. انتهى الكلام. الكلام ده كده صحي خلاص. هنا بقى الفانكشن دي فانكشن بتاعت بتاخد الاي دي بطريقه الكونسول وبتطبع على الكونسول وبتعمش الحال. دي بقى تتغير بقى فيما بعد. الفانكشن دي فيما بعد ننقل نفسنا نغيرها ونخليها موبايل، ننقل نفسنا نخليها ويب، ننقل نفسنا نخليها ديسكتوب، نعمل مش مشكله. لكن الاصل البيور خليته كده صح. عشان كده قسمتهم تو فانكشنز. او ده اللي في دماغي عشان احسن. اجرب. طبعا هيطلع ايرور بس خلينا نجرب. قلت له مثلا ايه رقم واحد. قال لي بوم. ليه؟ قال لي كان نوت كونكت تو ماي اس كيو ال سيرفر. انا مش قادر اوصل للماي سيكول اصلا لان احنا مش مشغلينها اصلا. الماي سيكول مش موجود، احنا ما شغلناهاش، ما عملناش رن، وبالتالي السيرفر مش قايم، وبالتالي انت ما شفتش ايه هتخيل ان هي دي. طيب ان شاء الله استارت بس الماي سيكول. ونرجع تاني نعمل رن. قلت له يلا موظف رقم واحد. الكونكشن طبعا قال لي كونكشن سكسسفول، لكن قال لي نوت بليز ويز ذيس اي دي صح؟ طبعا الطباعه بتاعت الكونكشن دي احنا اللي كاتبينها، يعني احنا لو عايزين نستغنى عنها انا هستغنى عنها بصراحه. عامله لي قلق، مش عاجباني ان كل ما يعمل كونكشن يعمل كونكشن. انا لما يكون في ايرور قول لي فيه، غير كده انت ما تتكلمش. فكده اهو لما جربنا واحد قال لي مش موجود، لما جربنا واحد 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 ثلاث وحايل مش موجود، هما كان كام؟ اربعه وحايل يمكن. اربعه وحايل يمكن ثلاثه اربعه اربعه وحايل. ايوه قال لي ايه؟ محمد حسن بروجكت مانجر 27 تمام جاب لي الداتا بتاعتي. طيب كان في واحد 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 اثنين مثلا. ايوه قال لي عبد القادر برودكت مانجر و 27 كده. ايه البيانات بتاعتي شغاله مظبوط وما عندناش ايه؟ اي مشكله. وادي كمان واحد تاني كنا مسجلين له اس نو بروبلم، هنصلحه دلوقتي ان شاء الله. واحد واحد اربعه مش موجود. واحد بس هاي شباب في اي اسئله في الفايل؟ حد بيرد يبقى سكوت عن الترددات. طيب معانا ثلاث دقايق عايزين نعمل فيهم حاجه مثال بسيط جدا جدا.
في وقت بسيط جدا احنا بنقول في الماي في الاس كيو ال كاس كيو ال الكلام ده بينفع على فكره الامر ده كده زي ما هو بيتكتب معانا في الاوراكل داتابيز بيتكتب معانا في البوست جريد بيتكتب معانا كله واحد كاس كيو ال. هنا ده بنسميه الاوبريتور او كومباريزون اوبريتور الاي دي بتساوي كذا. في عندنا بقى في الداتابيز المفروض تتعلم بقى انت في الاس كيو ال بقى لو انت عايز تسرح في الاس كيو ال هتلاقي بقى تعرف بقى في بتوين في لايك like, في مش عارف في حاجات كتير جدا برنوزر من هو برنوزر من هو يسوي لا يسوي يسوي وحاجات بقى ايه اني وقول ومش يعني في حاجات كتير جدا ممكن تلعب بيها في البيانات واسترجاع البيانات. انا بس هجرب مثال بسيط لو احنا عايزين نبقى نعمل بحث بالاسم او جزء من الاسم او جزء من الاسم تمام ليها كده حركه بسيطه جدا مع الاس كيو ال خلاص انا عملت سيف از هو نفس المثال وكل حاجه بس انا هشتغل على النيم تمام سيف از سكرول اللي هو ليه ان النيم مش هقول بيساوي كذا لان لو قلت بيساوي كذا معناها لازم يكون الاسم اللي انت بتبحث عنه انت كاتبه زي ما هو بالظبط يعني ايه اولا هقول له هنا انتر الامبلوي نيم وهنا هاخد النيم ولما اجي على اقول له جيت هقول له جبت لي الايه النيم صح هي هنا مش شغال حاجة بس هو ده الوضع شغال حاجة بس هو ده الايه ده الوضع خلاص كده. طيب لو انا بس عملت بالنيم عادي غيرت بس الاي دي خليتها نيم ما عادش اي حاجة خالص فجيت قلت له محمد كده ده اسم الناس قال لي مش موظف اسمه محمد ماشي مع اني لما كنت هنا اهو في الاكزامبل اللي ببحث فيه بالاي دي ما قلت الاربع هايد كان عندي موظف اسمه محمد حسن قال لي اه ما انت تكتب عشان تقدر تبحث تجيب محمد حسن على بعضها وزي ما هي مكتوب الكابيتال كابيتال والسمول سمول وكل حاجه طبعا طبعا ده مش بني ادمين ده كمبيوتر يعني مش بني ادمين ده كمان مش هيومن خالص يعني مش هيومن سيرش يعني فانا لو جيت قلت محمد حسن زي ما كاتبها كده حتى ما جاش. طيب وير ان النيم ايكوال كذا بص انا بعت الاي دي شايفين ولا بقى انا اصلا جيت الام بي اي دي نيم وير ان سيلكت مش عارفين وير ان النيم ابعت النيم النيم اللي هو الباهم بتاعي صح دي الغلطه موجوده عندي الكود. تعالى تاني قلنا لما بحثنا محمد ما بيجيبش قلت طيب